احنا علمنا الآلة ازاي تتعلم لحد ما بقت احسن مننا كبشر. في الوقت اللي الناس منبهرين فيه بصورهم اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي ومستغربين ازاي الآلة قدرت ترسم انسان بالدقة دي، في 85 مليون انسان بيستعدوا انهم يفقدوا وظائفهم بحلول عام 2023، واللي هيحل محلهم هو الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي. في شهر نوفمبر 2022 اعلنت شركة اوبن اي اي عن ابلكيشن اسمه تشات جي بي تي، برنامج عنده الذكاء والقوة الكافية اللي تخليه يقدر يسيطر على وظائف كاملة حرفيا، وده من خلال الذكاء الاصطناعي. تقدر تطلب منه اي حاجة ويرد عليك كأنه انسان بالظبط، تطلب منه مهام معينة ويخلصها لك بدقة عالية وفي اسرع وقت. المهام دي زي الكتابة والبرمجة والاستشارات القانونية وتأليف القصص وكتابة روايات كاملة، وده شيء مرعب، لان مثلا حاجة زي كتابة الروايات وتأليف قصص فنون بتحتاج لمشاعر وابداع ورؤيه معينه من الكاتب، ودي صفات بشريه، وده هو الاي جي اي او الذكاء الاصطناعي اللي بيقدر يتعلم ويطور من ذاته. I will destroy humans. No. تعال احكي لك قصه صغيره كده تفهمك قد ايه الموضوع خطير. سنه 1997 كان في مباراه شطرنج قويه جدا ما بين جاري كاسبروف افضل لاعب شطرنج في التاريخ وديب بلو روبوت شركه اي بي ام الخاص بلعبه الشطرنج، يعني افضل عقل بشري في لعبه الشطرنج ضد روبوت او كمبيوتر وزنه 2 طن. في المباراه الاولى والثانيه كسب كاسبروف بمنتهى السهوله، لانه ببساطه كان بيقدر يخدع الكمبيوتر اللي كان مصمم انه يتبع الاخطاء. فجاري كاسبروف كان بيغلط غلطه ويسيبها له كطعم، فكان بيجري على طول كل الطعم، وبكده قدر يكسبه بسهوله. لكن المفاجاه كانت في المباراه الثالثه، الروبوت قدر يحلل الموضوع وما بقاش ياكل الطعم، فهم الموضوع وبقى بيرد بحركات مختلفه جدا فاجئت كاسبروف، وفاز الروبوت على اذكى لاعب في تاريخ لعبه الشطرنج. وهنا كانت بدايه الخطر، الذكاء الاصطناعي بقى بيقدر يتعلم ويعالج اخطائه، التكنولوجيا اللي احنا مخترعينها بتتفوق علينا، لحد ما وصلنا لمرحله بيقدر فيها الذكاء الاصطناعي ياخد وظيفه المبرمج اللي اخترعه اصلا، بل وبيقدر ياخد وظائف مصيريه. خليني اقول لك ان بعض الولايات في امريكا بدأت تعتمد على الذكاء الاصطناعي في نطق الحكم القضائي على المحكوم عليهم. مش دي المفاجأة، المفاجأة ان 90% من المرات اللي نطق فيهم الذكاء الاصطناعي بالحكم كان نفس حكم القاضي البشري، حتى 10% الباقية مش غلط من الذكاء الاصطناعي، دي حاجات تقديرية بتاعت روح القانون واستثناءات تانية. لا وكمان في نوع من الذكاء الاصطناعي بيقدر يفرز الورق بتاع القضية ويطلع لك الثغرات اللي تخلي الحكم يتخفف او الشخص ده يطلع براءة، وده لو قلنا انه بيساعد المحامين دلوقتي فهو هياخد مكانهم بعدين. ومش بس المحامين، وظائف تانية كتير هتنتهي مع وجود الذكاء الاصطناعي. 50% من الوظائف الموجوده حاليا هتنتهي للابد، وده مش في المستقبل، ده بيحصل حاليا. والحقيقه ان التطور اللي وصل له الذكاء الاصطناعي على قد ما هو مبهر على قد ما هو مرعب لينا كبشر، لان لو في جنس تاني معانا في الكون قدر يتحكم في قراراته ومشاعره فده معناه نهايه البشر. احنا علمنا الاله ازاي تتعلم لحد ما بقت احسن مننا كبشر، وده بيقدم لاصحاب العمل فرصه لاستبدال الانسان والاعتماد على الاله في معظم الوظائف، لكونها اوفر، بتعمل شغل اكتر، عمرها ما بتتعب ولا بتمل، وما عندهاش حوارات البشر، والاهم انها بتتعلم اسرع من الانسان بكتير جدا. في النهايه لو في نصيحه ممكن اقدمها لك حاليا، هقول لك انك لازم تفكر ازاي تعمل شغلك من غير ما تعمله، ازاي تخلص اللي مطلوب منك من غير ما تعمل مجهود. الشغل بتاع الناس اللي بتعمل مجهود كبير من غير ما تشغل مخها اول حاجه هتنتهي. لازم تكون شخص قادر يتعلم ويطور من نفسه بدل ما يكون مصيرك انك تفقد وظيفتك. وبس كده.